وزارة الأوقاف هنا في مصر طبعت كتابا تهجم فيه على النقاب، تقول بأن النقاب ليس من الإسلام في شيء، والكلام بيذكر بأنهم طبعوا منه 100,000 نسخة ورصد له 1,008,000 دولار، يعني قريب من 2 مليون دولار، يعني قريب من 10 مليون جنيه مصري طبعت به هذه النسخ لتوزع على الأئمة. طبعا هذا مبلغ يعتبر ضخم بالنسبة لهذه الكمية. الكتاب لقد رأيته، وليس بالكتاب الكبير، يعني هذا الكتاب إذا طبع منه 100,000 نسخة يوم يتكلف مثلا 100,000 جنيه أو 200,000 جنيه، يبقى كويس جدا، لأن هذا الكتاب يمكن يكون تكلفته 250,000 جنيه، ولكن رصدوا له 1,008,000 دولار. فأكيد هناك دورات لترويج لهذا الكتاب، وهناك أيضا إعلانات لهذا الكتاب، وهناك مكافآت سخية تعطى للمفتشين والمسؤولين الكبار ليقتنعوا بفكرة هذا الكتاب، لأن المال أحيانا يكون له سلطان على العقل ويذهب اللب ما لا يذهب اللب بشيء آخر. فإذا أعطي الرجل مثلا 100,000 جنيه قبل أن يقرأ الكتاب، فربما تكون هذه الأموال مسببة نوعية خاصة في القراءة. أما إذا دعي وشأنه وقراءة الكتاب ربما كان منصفا. إذن المطلوب شراء الذمم، المطلوب شراء الذمم لمحاربة هذا المظهر الإسلامي الرصين وهو النقاب. ولكن لم يقطع ربنا سبحانه وتعالى الخير أبدا، وإنما أوجد الخير مع هذا الدخن الشديد الذي يعيشه الناس. يعني سبحان الله، وزارة العدل هنا في مصر سنت مشروع قرار يحرمه تعدد الزوجات، سبحان الله، وعرضت هذا المشروع على اللجنة الدينية في مجلس الشعب. طبعا اللجنة الدينية في مجلس الشعب لو أقرت هذا المشروع يسن هذا قانونا، لأن مجلس الشعب عندنا في مصر كما يزعمون هو سيد قراره، أي عندما ينتهي إلى قرار فإن ذلك القرار يكون ملزما للأمة. وهذه الديمقراطية التي يزعمونها، حكم الشعب بالشعب للشعب، أي لمصلحة الشعب، ولكنهم لا يصنعون ذلك، ولكنها شعارات يشقشقون بها. الشاهد أن هذه اللجنة الدينية بفضل الله في مجلس الشعب أنكرت هذا المشروع، وقالت بأنه مخالف لشرع الله ومعاند لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتم وأد هذا المشروع. ولكن يقينا هذا المشروع سيتم عرضه في دورة أخرى عندما تكون اللجنة أكثر تحضرا وأعظم شأنا. أما هذه اللجنة ففيها بقايا من خير، لكن يمكن أن تأتي لجنة أخرى تفرز على الفرازة، ويكون من جملتهم هؤلاء الأوقافيون الذين أجازوا ما حرم الله وحرموا بعض ما أحل الله. فتصور لو أن بعض هؤلاء الأوقافيين صاروا هم أعضاء في اللجنة الدينية في مجلس الشعب كعلي جمعة وغيرهم، لن يمر قانون إلا وربما أحلوه. فنسأل الله تعالى العافية، ونسأله سبحانه وتعالى الثبات على الرشد، ونسأله سبحانه وتعالى العصمة في الأمر. الحمد لله اللجنة الدينية في مجلس الشعب أوصت بعدم محاربة النقاب أو منع النقاب، أوصت بذلك اللجنة الدينية في مجلس الشعب،
وهاجم عدد من النواب وزير الأوقاف وطالبوا بإقالته بسبب هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب فكرته أن النقاب عادة وليس عبادة. فبدلا من أن يشنوا الغارة ضد السفور وضد التبرج، لا، يشنون الغارة ضد ماذا؟ ضد النقاب. العجيب أن بعضهم يتنطع فيقول بأن النقاب أسوأ من التبرج، النقاب أسوأ من التبرج، وألف في ذلك كتابا اسمه تذكير الأصحاب في تحريم النقاب. سبحان الله، تذكير الأصحاب في تحريم النقاب. وللأسف هو رجل منصوري، أي من بلدتنا، ولكن سمحه الله. هذا المنصوري الذي ألف هذا الكتاب سمحه الله، وانتهى فيه إلى أن النقاب بدعة وليس في الإسلام، بينما المتبرجة عاصية. إذن المنتقبة مبتدعة والمتبرجة عاصية، قال والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، يعني البدعة أشد من المعصية. إذن البدعة أعظم خطرا منين؟ إذن النقاب أعظم خطرا من التبرج. إذن لو هناك متبرجة عاصية، لكن لو هناك منتقبة إيه؟ مبتدعة، والبدعة أعظم من المعصية. نسأل الله تعالى العافية، نسأل الله تعالى العافية.